من الذين يتدخلون بينكم وبين الاتحاد؟ أطراف كردية، أطراف شيعية، أطراف سنية؟ بصراحة يعني معلوم هناك أطراف إقليمية أيضا نسيت أن تذكرها، هناك أطراف إقليمية، إيران، تركيا، إيران بالدرجة الأساسية وبالدرجة الثانية هي الإطار التنسيقي الذي يعتبر الاتحاد الوطني جزءا منها وامتدادها في داخل إقليم كردستان. هذه العوامل إذا كانت إيجابية فأكيد سوف نتوصل إلى حلول ترضي جميع الأطراف.